بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، اليوم سنتأمل إحدى لطائف القرآن العظيم. القرآن كله جواهر وكنوز ولطائف وعجائب. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن القرآن: ولا تنقضي عجائبه. فكلما تأملت في هذا الكتاب العظيم سوف تكتشف عجائب جديدة. اليوم سنذهب إلى سورة الكهف، ونحن رأينا هذه السورة فيها معجزات كثيرة، ومنها معجزة الرقم 309، حيث اكتشفنا فيما سبق أن قصة أصحاب الكهف نجد في بدايتها كلمة لبثوا، وفي نهايتها أيضا كلمة لبثوا، وعدد الكلمات 309. الآن أريد أن أخذكم باتجاه ترتيب السورة في القرآن. يعني سورة الكهف، نحن عندما نفتح ونتأمل هذه السورة العظيمة نجد سورة الكهف رقمها 18. إذن سورة الكهف رقمها 18. طيب، الآن أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم هذه القصة الرائعة. إذن قلنا رقم سورة الكهف 18. طيب، هل الله عز وجل وضع هذه السورة بهذا الترتيب 18 عبثا أو عشوائيا كما نفعل نحن البشر، أم هناك نوع من الإحكام، كتاب أحكمت آياته؟ أول شيء أيها الأحبة دعوني أفتح على سورة الكهف. كما نرى أمامنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بدأت هذه السورة العظيمة بحمد الله، وكأن لسان حال المؤمن يقول: يا رب لك الحمد أن أنزلت هذا الكتاب ولم تجعل له عوجا. لم تجعل في عقولنا الحيرة والتناقض كما حدث مع أصحاب الديانات الأخرى والكتب الأخرى المحرفة، الذين يعيشون الآن في تناقضات كثيرة جدا بسبب اضطراب واختلاف المعلومات التي في كتبهم. لذلك القرآن العظيم لم يجعل الله له عوجا، كتاب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. هو بشرى، هو فرح، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذه السورة نزلت كبشرى لكل مؤمن. كل إنسان رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا الإنسان لابد أن يكون في حالة فرح مهما عصفت به الهموم والابتلاءات والمشاكل والمخاوف والأحزان، سيكون في حالة فرح لأن الله معه، لأن هذا القرآن أنزله الله رحمة لنا. أيها الأحبة، انظروا معي أخي الحبيب إلى بداية قصة أصحاب الكهف. القصة تبدأ، يعني أول مرة وردت فيها كلمة الكهف في سورة الكهف في الآية رقم 9: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. انظر معي أخي الحبيب، أريدك أن تركز معي لأن المعجزة هنا بسيطة جدا وسهلة جدا، ولكن تتطلب منك القليل من التركيز. قلنا إن رقم سورة الكهف 18. سنكتشف أن عدد آيات قصة أصحاب الكهف هو 18 أيضا. إذن دعونا نبدأ بعد آيات قصة أصحاب الكهف. انظر معي أخي الحبيب، أول آية رقمها 9:
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وتنتهي عند قوله تعالى هنا أيها الأحبة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الآية رقم 26 كما نرى أمامنا. إذن من الآية 9 إلى الآية 26 هذه هي قصة أصحاب الكهف. كم آية؟ عد معي أخي الحبيب. 9 الآية الأولى 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 آيات 19 20 21 22 23 24 25 26 18 آية. إذا من الآية 9 إلى الآية 26 18 آية. إذا الله عز وجل عندما وضع سورة الكهف تحت الرقم 18 هو يقصد هذا الرقم لأن عدد آيات القصة 18، يعني هناك توافق وتناسق. الآن ضمن هذه القصة أيها الأحبة يتحدث القرآن في آية هي الآية رقم 22 عن عدد أصحاب الكهف. سيقولون 3 رابعهم كلبهم. إذن الاحتمال الأول، دقق معي فقط لدقيقة واحدة لتكتشف أيضا سرا آخر من أسرار الرقم 18 ولماذا رقم سورة الكهف 18. لأن هذا الرقم يتناسب مع معطيات القصة داخل السورة. إذن الاحتمال الأول 3 رابعهم كلبهم، إذن 4، إذن عددهم 4، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويقولون 5 سادسهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، إذن الاحتمال الثاني 6. الاحتمال الثالث ويقولون 7 وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، إذن عفوا ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إذن 8. إذن أصبح لدينا الآية الكريمة تقول سيقولون 3 رابعهم كلبهم، إذن الاحتمال الأول 4، مجموع عدد أصحاب الكهف مع كلبهم 4، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، إذن الاحتمال الثاني 6، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، الاحتمال الثالث 8 المجموع. طيب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هنا أيها الأحبة مجموع الاحتمالات كم؟ 18 هو رقم السورة. يعني احسب معي أخي الحبيب، الاحتمال الأول قلنا 4 والاحتمال الثاني 6 المجموع 10 والاحتمال الثالث 8 المجموع 18. إذن سبحان الله، يعني حتى احتمالات ما سيقوله الناس هنا الله أعلم، ولكن هنا القرآن يحدثنا بما قاله الناس بعد ذلك وبما اختلفوا فيه، ولكن العدد الحقيقي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولكن من عظمة القرآن أنه ينقل لنا اختلاف الناس حول أعداد أو عدد أو عدة أصحاب الكهف لتأتي هذه الاحتمالات الثلاثة، إما 4 يعني 3 ورابعهم كلبهم، أو 6 يعني 5 وسادس كلبهم، أو 8 يعني 7 والكلب هو الثامن، يعني 8 المجموع، 4 زائد 6 10 زائد 8 18. يعني جاء عدد احتمالات أصحاب الكهف مع كلبهم أيضا 18. سبحان الله، يعني هنا أيها الأحبة هذه العجائب في سورة الكهف تجعلنا نتساءل هل هذه بالصدفة؟ وقلنا قبل ذلك إن
يعني كما نرى أمامنا هنا في أول السورة، في أول القصة عفوا، عندما يقول الله تبارك وتعالى: لنعلم أي الحزبين، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى لما لبثوا أمدا. انظر هذه الكلمات الثلاثة، فيها الإحصاء وفيها اللبث وفيها الأمد أي الزمن. إذن إذا بدأنا عد الكلمات من كلمة لبثوا هنا في بداية القصة، لبثوا رقمها 1، أمد رقمها 2، نحن 3، نقص 4، عليك 5، نبأهم 6، بالحق 7، إنهم 8، فتية 9، آمنوا 10، بربهم 11، و12، الواو هنا تعد كلمة لأنها تكتب مستقلة، زدناهم 13، هدى 14، وهكذا. انظر معي أخي الحبيب، هذه هي السورة، انظر يعني قمة البلاغة والإعجاز. سوف نأتي هنا إلى آخر القصة، الله سبحانه وتعالى يقول: ولبثوا في كهفهم 300، عند هذه الكلمة يكون عدد الكلمات أتم 300، يعني بدأنا من لبثوا، نعد نحن الآن عند كلمة 300، يعني كلمة 100 رقمها 300، سنين وازدادوا 9، قل 305، قل الله أعلم بما لبثوا. لبثوا الأخيرة رقمها كم؟ 309. يعني أصبح لدينا عدد الكلمات أيها الأحبة من لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة 309، وكلمة 300 رقمها 300. إذن الأرقام هنا محكمة جدا أيها الأحبة، الأرقام محكمة. حتى في الآية التي تتحدث عن أعداد أو احتمالات، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، يعني هنا أنا أود أن أشير إلى حقيقة مهمة جدا، أن سورة الكهف كل آية فيها عجائب، كل يعني معلومة فيها عجائب سبحان الله. فالآية التي تتحدث عن احتمالات أصحاب الكهف كما قلنا، نجد أن عدد الاحتمالات 18 هو رقم السورة، وعدد آيات القصة من الآية 9 إلى 26 قصة أصحاب الكهف كاملة أيضا 18 آية، وعدد كلمات القصة تحديدا من لبثوا إلى لبثوا 309 هو عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. وهناك معلومة أخرى، طيب لماذا قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ لم يقل ولبثوا في كهفهم 309 سنوات مثلا، لماذا وازدادوا؟ طبعا لدينا كما تعلمون أيها الأحبة السنة القمرية والسنة الشمسية، يعني الأرض عندما تتم دورة كاملة حول الشمس تتمها خلال 365 يوم وربع، ولكن القمر يدور 12 دورة حول الأرض، يعني سنة قمرية خلال مثلا 355 أو أقل يعني حسب، أو أكثر، تجد أن هناك فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. طبعا السنة الشمسية أطول بحدود 11 يوما. طيب لو قمنا بحساب 300 سنة شمسية
كم تساوي؟ سنجد أنها تساوي 309 سنوات قمرية. سبحان الله، يعني الله عز وجل أعطاك بالحساب القمري والحساب الشمسي معا، ضبط لك الرقم، كأنه يقول لك إذا كنت تحسب على النظام الشمسي فهم لبثوا 300، وبالفعل كلمة 300 أتمت 300 كلمة، يعني عند 300 اكتمل العدد 300 كلمة، أي كل كلمة بسنة 300 سنة، وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، هذه 9 كلمات كأنها 9 سنوات قمرية تضاف، يعني القرآن يحدثك بالتقويم القمري والشمس، لأن الله هو خالق الشمس والقمر، وهو خالق الزمن، وهو خالق الكون سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، يعني معجزات هذه السورة لا تنتهي، فيها الكثير من العجائب. أختم يعني هذه اللطيفة، طبعا سورة الكهف فيها مئات العجائب، أنا أحاول أن أتأمل معكم يعني القليل القليل جدا. في سورة الكهف أيها الأحبة، في الآية رقم 31 ذكر الذهب، قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. كلمة الذهب ذكرت في سورة الكهف، طيب أين وضعها الله؟ أنا كإنسان أريد أن أتدبر القرآن، لا أستطيع أن أمر على هذه الكلمة مرور الكرام، لا، يجب أن أتساءل لماذا وضع الذهب هنا في هذا الموضع في الآية رقم 31. طبعا لو بحثنا عن عدد آيات سورة الكهف، انظر معي أخي الحبيب، سورة الكهف عدد آياتها 110 آيات، 110. طيب لو طرحنا منها 31 سيبقى كم؟ سيبقى 79، 110 ناقص 31 سيبقى 79. يعني الذهب ذكر قبل نهاية السورة بتسعة وسبعين آية، لماذا وضعه الله هنا؟ سؤال، ما سر الرقم 79؟ إنه العدد الذري للذهب، يعني الله عندما وضع الذهب هنا في هذا الموضع سبحانه وتعالى في الآية 31 لم يضعه عبثا، كان ممكن أن يضعه في أي رقم آخر، ولكن اختار هذا الرقم لأنه يحقق العدد الذري للذهب، يعني وضع الذهب في هذه الآية وجاء بعده 79 آية، يعني وضع قبل 79 آية من نهاية السورة الذي هو العدد الذري للذهب، ليخبرك رب العالمين أنه يعلم السر وأخفى، هو يعلم العدد الذري للذهب، لذلك وضعه في مكان يتناسب مع هذا العدد 79، لتدرك أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن عجائب القرآن لا تنقضي. وهذا الأمر أيها الأحبة يجعل أي إنسان عاقل ومنطقي يفكر بشكل علمي يجب أن يعتقد أن هذا الأمر لم يحدث بالمصادفة، وأن هذه الأرقام لم تأتي عبثا، ولغة الأرقام أيها الأحبة لغة دقيقة وحساسة جدا، يعني أنت لا يعني اللغة مجالها واسع، تستطيع أن تقول هناك وجوه للإعراب، وجوه للبلاغة، وجوه للكذا، وخلافات بين اللغويين، الفقه أبواب واسعة وهناك اختلافات بين الفقهاء، العلوم مثلا علم الفلك فيه نظريات، إلا الأرقام سبحان الله.
كيف يعني ليس هناك اختلاف، ليس هناك نظريات، يعني ليس هناك نظرية تقول لك إن العدد الذري للذهب مثلا 80، لا هو 79 محدد مقفول، يعني مقفول مقفل. واحد زائد واحد يساوي 2، يعني لا يوجد نظريات وخلافات. لذلك الله أودع هذه اللغة في كتابه وفي كلامه المجيد لتكون معجزة محددة وواضحة وتقيم الحجة على كل ملحد. كل ملحد ينكر القرآن، لغة الأرقام هذه تقيم الحجة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء لما في صدورنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.